أهلا بكم مجددا. إذا نعود لحوارنا، كنا مع الأستاذ شماد. إحنا لو طلبنا منك تقنع شاب أهمية العمل الجماعي الواحد فيه، أهمية المؤسسات الجماعية الواحد فيه، شو ليش تقول؟ قبل أن نجيب على سؤالك أعود إلى بل وقفنا عن أهمية ودور الجمعيات واكتشاف الشباب والنزول لهم، هو العثور على هاي الطاقات الهائلة، سواء كان في الرياضة، سواء كان في الرسم، سواء كان في أي شيء. ناس موجودة عندها فنون متعددة ومواهب جمة، اكتشافه ونزولها وأخذها من هاي براذنة الغافلة، هاي براذنة الفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أستاذ محمد، دور هاي المؤسسات الجمعوية الشبابية، احنا نسمع عن الشباب هناك اشتكى الشباب، يشكو من الواقع، يشكو من الواقع المزري، سواء من الناحية الثقافية، سواء من الناحية الأخلاقية، أخلاق الشباب، سواء من الناحية السياسية. الشباب يشكو من الواقع، لكنهم دور تغيير هذا الواقع. ندرى كان العمل الجمعوي حد أنا وجهة نظري عن العمل الجمعوي يهدف مجموعة من الأهداف. لابد قبل أن ينطلق العمل الجمعوي يعود واعي قيمة الوعي بالأهداف المشهودة منه. الهدف الأول من هذه الأهداف هو التوعية. العمل الجمعوي لابد أن يصنع رأيا واعي بالواقع الذي يعيش وما فيه من اختلالات وسلبيات وتجاوزه. عنده التثقيف، والتثقيف شيء آخر منفصل عن التوعية. تثقيف توعية شيء، والتثقيف شيء آخر منفصل. عندك استثمار طاقات الشباب، انتم تحدثتوا عن ضياع الوقت والوقت غير المخطط. على كل حال نقدر نتجاوز النقطة، وإن كنت لا أشاطركم الرأي في اللي اتفقتوا عليه عن الشباب، عن أوقاتهم ضائعة. على كل حال استثمار طاقة الشباب الهائلة الموجودة اللي بعد فترة من الزمن تتوقف وتتعطل، يسوى شقلوها ولا ما شقلوها، هذه دور المؤسسات الشبابية. أيضا تكوين المبدعين، هناك قابليات، أنا ما عين على قابلية للاستعمار ذكر وآخرة، هناك قابليات للإبداع، هناك ناس قابلون لأن يكونوا مبدعين. هذا يحتاجوا للجمعيات الشبابية والجمعيات العمل الجمعوي الاعتناء بهم. هناك سد الخلل الاجتماعي، النواقص اللي في المجتمع، السلبيات اللي في مثلا المجتمع. نحن في نقص الشغل، عندنا عقلية سيئة تجاه الشغل، البطالة ننتجوها وننظروا لها. دور العمل الجمعوي عنه يوعي بخطورة البطالة وخطورة عن يعود الإنسان العمل أيا كان، العمل أيا كان، ويقلع القيمة السلبية عن العمل. العمل حيث هو منتج، طبعا ما دام يتفق وينسجم مع القيم ومع المبادئ ومع الأخلاق. عندك نقد الواقع، في نقد الواقع لابد أن يكون نقد أمين. نحن دائما، وللأسف هذه من أخطر ما يواجه العاملين في الجمعيات الشبابية، عن النقد ما يعود أمين، يعود متجني، يعود نظر المجتمع بنظرة سوداوية، لا يمكن أن يصلح، ليس بإيجابي إلى آخره، وهذه كلها سلبيات. لابد من إنشاء عقلية قابلة للتطوع. نحن فكرة التطوع للأسف ضعيفة عندنا جدا، وهذا ما أشارت له الأخت قبلي. التطوع لابد منه، لابد أن نتطوع بالعمل، أن نتطوع في الأشياء كلها التي لا تجد من يقوم بها لوحده. عندك الشباب لابد من عود مبشر. نحن دائما في نقدنا والله في توعيتنا في الجمعيات وفي العمل الجمعوي نعود في نقدنا للواقع وفي تقييمنا له نعود يائسين. لا يمكن ليس بالإمكان شيء، لا يمكن أن نعمل، مجتمع غير متفاهم إلى آخره، هذه سلبية. ويلا العمل الجمعوي يقضي عليها، يلا يعود يبشر الناس، فيكم قابليات، قادرون على الإبداع، قادرون على الإيجابية، نعم قادرون على إيجاد البديل، ممتاز، قادرون على إيجاد البديل للواقع السيء الذي نعيشه. إذا القضاء على اليأس وإيجاد البديل للشباب. نرجع للأستاذ زينب، إحنا دائما نسمع عن في علم الاجتماع، في علم السياسة، علم المجتمعات يقاس مدى تقدمها، مدى وعيها، يقاس أساسا بوجود مؤسسات جمعوية فيها. نرى ماذا أضافت مؤسسات جمعوية موريتان، بلدنا بلد موريتانيا، وأيضا شنو واقعها، مدى قوة مؤسسات جمعوية. أنا عندي اعتراض والله، نقدر نعود
يناقشوا الإخوة. وجهة نظر أنا ما نقال أن المجتمع العمل الجمعوي بشكل ناصع بشكل حقيقي فات عاد موجود في المجتمع الموريتاني بذاك التوسع إلا ما رحم ربي. فهم جمعيات حقيقية وتكثر، والغالب وهو اللي معروف في المجتمع ما هو قاع منكر، ما هو منكر، هو جمعية بورتابل، هاي كرطاب، جمعية عند رجاج كرطابل وماشي بيها، حتى هو نفسه لا ينتمي لها. بالتالي هذه هي الفكرة، وهي الفكرة مثلا المستساغة عند المجتمع. يعني انت يقول لك انا دخلت منها شيء، والله ما دخلت من جماعة. فكرة العمل الجماعي والعمل الجمعوي اللي الهدف منه اعطاء ثمرة حقيقية للمجتمع سواء في أي مجال بما هي موجودة. وهذا شوه صورة المجتمع المدني. بالتالي انت تسولني ماذا أضاف العمل الجمعوي المتاني؟ قد نقول لك أنه صفر فاصل، لأنه جمعية اثنتين ثلاثة قد نعدوهم جمعيات حقيقية. هو واقعية إلى حد كبير. لين ترجع الوزارة وتعرف عدد الجمعيات المرخصة نسبة لعدد الجمعيات اللي تعمل لأرض الواقع، تعرف أن صفر فاصل كبير عليها. لأن المرخصة فعلا وتحمل اسم عمل جمعوي ما هي موجودة على أرض الواقع، ما هي موجودة من أغراضها، حتى دائما تحمل أسماء الوزارات، جمعية كذا للتنمية، جمعية كذا لما عشنو. سولت سؤال نختار نشعليه إن أغراض العمل الجمعوي هي كفيلة بإغراء الشباب لهم، الشباب الغيور، الشباب اللي فعلا عنده شيء يختار يضيف به لبلده. أغراض الجمعيات، هذه جمعية في العمل الخيري، هذه جمعية في العمل الثقافي، هذه جمعية في العمل الكشفي، هذه جمعية في العمل الصحي، هذه جمعية في كذا، هذه جمعية في كذا. خرس أنت في أي المجالات تعطي، في أي المجالات يمكن أن تفيد بلدك، في أي المجالات تفيد ذو الناس الطيبين الساكنين على الأرض اللي يحتاجوا إلى أقصى درجة. ثم مسألة إضافة نضيف للفكرة اللي ينقال لها فكرة قلة تجذر ذا اللي ينقال له العمل المفهوم الطوعية في المجتمع، نضيف لي مفهوم آخر ينقال له اتكالية. اتكالية نحن ندور كل شيء وعدلنا، الطالب يدور الوزارة هي اللي تعلمه، هي اللي تثقفه، هي اللي تعدله جهبل في العلم، هي وزارة التهذيب. شن قال المواطن يدور الوزارة هي اللي تشفيه من كل الأمراض. ما هو متكل على الوعي الصحي، ما يدور وعي صحي، يدور أدوية. نبغى نناقشوها بتعمق أكثر. شن قالوا الاتكالية، أن الطلاب عندنا سواء الطلاب سواء العاملين في المجال الصحي كلهم عنده اتكالية على الوزارة المعنية. أنا الطلاب ينتظروا وزارة التهذيب تجيب لهم مقررات، ينتظروها تثقفهم، ينتظروها تقرر عليهم شيء كقرار، بدل عنه هو يبحث، هو وعود عنده عقلية البحث، عقلية تطلع. هذه سلبية خطيرة. كذلك أيضا نفس الشيء القطاع الصحي تجبريهم اتكالية، تجبرها في كل حاضر عامل مشترك تمام. حتى قاع للأسر والمجتمع العادي يتلك أنه قضية الصحة ما يعتبرها ما هو لين يفوت يمرض الإنسان. يمرض الإنسان فعلا يا الله عاد الجوانب الصحية اللي يطرح لها سابق ذاك الوقاية ودور العمليات الجمعيات في الناحية الصحية والتوعية إلى غير ذلك، هذا ما مطروح بلا قيمة. قيمته لا ذيك الجمعية، والله ذاك الرجاج اللي يجي لي يشري لي الدواء، والله يعاونني، والله اتكالية تامة. يعني شمل مفاهيم غايب وشمل الأسماء، كي مثلا الكشافة ياسر من الناس ما يعرفوا كون عنه قط قرع عنه، ما عنه أي علم عن الكشافة، ما يعرف شيء عنه، تو يعرف وين هي لا الكش ذوك وين هو تو الكشافه تو مثلا ما فهم مثلا ما كي ضارت اخت الجمعيات فقط واحد اثنتين ثلاثه يعني تبارك مع وراك، ما هي جابره اللي هي تنتر فوق واحدين ترى تحت، ما هي جابره اللي تزيدها زين. مثلا سوي لك كناشط شبابي في عمل جمعوي، سامعين اخرك اسم الشباب هم يبغوا يأسوا العمل الجمعوي، ندرى كان صحيح يعني نعدل النادي ولا نعدل مجموعة في الحي اللي أنا فيه والله البلد اللي أنا فيه، نعدلوا عمل جمعوي. كان هرواية صعيبة والله، تحتاج بروتوكولات، تحتاج ياسر من الفضاء، والله رواية بسيطة. هو رواية بسيطة جدا، ما تحتاج الجهد ولا تحتاج الشيء، إنما هو فقط مبادرة، هو يتطلب المبادرة هي أهم شيء فيه. أنا اكتشفت مثلا شي من بالي مكبوب بذرة تقبل واحد اثنين تبالو، هذا مبادرة. حي فهمش من فهمش نظف الحي فهمش من باليت فهم جيفهم ليه تجيها مدة ترفدها فهم أي شيء، فهم رجاج مريض والله الشيء، والله فهم رجاج ضعيف لين يطرح ذاك شيء مساعدة، هكذا هي فقط جهد، هي تكامل، هي اجتماع،
هي تضامن، هي بناء. قد نعطيك مثال مثلا الناس كامله، ما هو قطعان كلامك تكمل، مثال الناس كامله مثلا شافته في الثورات، في الثورات الربيع العربي ضرب، خلقت معاهم حاجات الامن، لين مثلا سقط النظام خلق حاجات انعدام الامن، هذه حاجه لجان الشعبيه، شخلق خلق اللجان الشعبيه، قاموا الشباب كل حي وعدلوا لجنه امن داخل ويوقفوا، الناس مستساغه الفكره، هو العمل الجمعوي في النهايه هو عمل لخدمه الناس، بالتالي الناس مستساغه اصلا فكره العمل الجمعوي. طال تمام كل حي عاد جمعيه، عاد جمعيه لحفظ الامن، والناس عاد مستبشر فيه ومن قاده. اذا في ختام البرنامج استاذ محمد نطلب منك قد لعت عندك نصيحة تقدمها للشباب في الموضوع قضية العمل الجماعي؟ بسيط، أول شيء للشباب خارج اللي قالوا التعالي النخبوي، هذا أخطر مشكلة تواجهنا في العمل الجماعي. يلا النخب تنزل شوي وتعرف عند المجتمع هو اللي أنتجها وهو اللي صنعها وعن إبداعاتها كامل مدينة بالفضل فيها بعد الله سبحانه وتعالى للمجتمع اللي هو، ويلا تقدم له دور. الثاني ماذا أكبر؟ يلا المجتمع يفرض على كل إنسان في المجتمع يترشح المنصب برلماني والله بلدي والله رئاسي عن عود، قد قدم دور ذوك ملموس في العمل الاجتماعي الجمعوي للمجتمع وخدمة ملموسة. يلا كل يلا العمل التدريب على العمل الجمعوي بدأ من الابتدائية والإعدادية والثانوية وعود في الجامعة في المقررات التعليمية إلزامي. أنا رسالتي للشباب الموريتاني على أنه يقوله للتنمية البشرية، أن صورة أي منظر قذر ولا منظر فيه مأساة معينة من المجتمع لا ينظرون إليه بمنظور أنه منظر سيء، وإنما ينظرون إليه بمنظور أن هذه فرصة عمل. بالتالي أدعو جميع الشباب أنهم يخرصوا وطنهم، يخرصوا هذا المجتمع اللي فيه السيئات، يعتبروها مناطق محتاجة للعمل، ويكونوا لها جمعيات ومبادرات مهما كانت صغيرة أو كبيرة. في الواقع المزري فرصة لمشاركة في صناعة التغيير، فرصة وليس ما يلا ننظر له على انه كارثه وعلى انه نقطه سوداويه، ننظر له بايجابيه على انها هذه فرصتنا لصناعه التغيير ولصناعه التاريخ في بلدنا الحبيب. انت لبنه في بناء المجتمع، لكن كن قويا بذاتك لتستطيع تحمل الضغط. امتلك لونك الخاص ولكن لتضفي جمالا على لوحه المجتمع. كن جزءا ولكن حافظ على توجيه الكل في المسار الصحيح. رسالتنا لهذا الأسبوع تقول: لم يخلق الله لكل واحد منا عالمه، بل أوجدنا في هذه الحياة مجتمعا يحتاج بعضه إلى بعض، فمن الشذوذ أن تأخذ فقط دون أن تعطي، ولن تعطي ما لم تتعاون مع غيرك، والعالم ينتظر دورك.